أمين عودنا القصة ديالك، يعني فاش خدام أمين؟ كما سولتيني ديجا قلت لك خدام في لاكوط. لا ماشي ميكي، فراشة كنبيع ونشري غير في الفراشة، هادشي ديال لي جويس ألعاب ديال الدراري الصغار. يعني كدير فراشة؟ اه. ربما كاين نهار تصور كاين نهار ما تصورش. بحال دابا راك عارف لاكوط راه فيها غير الصيف، ما فيهاش الخدمة ديال العام كامل. وشنو الأم ديالك؟ عندها مرض نفسي أخويا، عندها كتشوف سي محمد عندها مرض نفسي. يعني مقابلها ومكافحة. مقابله عارف دابا ولا كنت كنخدم بالليل فهمتي؟ ما حيلتي الخدمة ديالها ما حيلتي. إيه. هادشي اللي كاين أخويا سي محمد. يعني ربما حتى الأم ديالك يعني ما كيكونش عندك وقت باش أنك تخدم، يعني كتخاف عليها. خصني دابا الماكلة كنخلي ليها الماكلة ديال النهار كامل وكنسد عليها في الدار فهمتي؟ علاش كتسد عليها؟ شنو السبب؟ السبب باش ما تخرجش. حين تضات المرض مؤخرا مشيت جبتها من تارودان، مؤخرا عاوتاني 15 يوم وانا تنقلب عليها ما تنعش، لقيتها في واحد الحاله راه يرتالها مضروبه رجليها مكرفصين، باقي دابا راه رجليها كامل مكرفصين. انت بوحدك انت ويا اللي عايشين هنا؟ هاد الساعه انا ويا اللي عايشين. ما عندك خوت؟ لا، عندي واحد الاخ الاصغر مشدود. شنو اللي خلاها تولي في هذه الحاله مسكينه؟ ايوا الحاله كما قلت لك اخويا سي محمد، حاله هي الزوج مع اللي خلاها صافي دخلات في الصدمه. يعني فاش خلاها الاب ديالك؟ اه يعني تخلى عليكم وربما قلتي لي اه تزوج مره اخرى. يعني السيده تصدمات؟ تصدمات بزاف. طيب ولات عايشه هكا؟ حتى داك الزواج ما عرفتش كيفاش توقع، ما عرفت كيفاش الوراق، كيفاش الطلاق، كيفاش تسناو الوراق ديالها. واش يعني طلقها وتزوج وحده اخرى؟ وحده اخرى. السيده مسكينه ما عرفاش. يعني ما عرفاش. تصدمات دخلت في الصدمه. لا اله الا الله. شنو الاحتياجات ديالكم خويا اليوم؟ الاحتياج هذا ودي سي محمد انا ما طالب والو، انا باغي غير الام ديالي غير تداوى. وصرا انت كتشوف راه الليله يلاه اقسم بالله ما لقيتش ليها جهد، ديتها للسبيطار ما خليت ما درت والو، كان دقل بيبان ما كاينش اللي كيعاوني. كنمشي كاع للسبيطار بحال هكا هو تيخرجوا لي الدواء تيقول لي ديها خليها ما بيت ما كرهتش انا يشدوها فهمتي. حتى الناس هما كاع الجيران وهادشي ما صعيب، المراه كاع اللي كنت كنعطيها باش تعطيها الدواء وداك الشيء قابله تاع سيمانه وهي صافي عياد، ما بقاش حتى الدواء ما بقيتش تنعطيه ليها كاع، حبست عليها الدواء. علاش شنو السبب؟ كما قلت لك السي محمد احنا كاع دايرين بينا الجيران، حيت الدواء دابا عندي السيستيم خصني نعطيها الدواء، خصني نعطيها الدواء عندها واحد ديال الليل خصني نعطيها لها مع تسعود. انا تقريبا خصني نخرج مع كنزيد في الوقت باش نخرج مع الظل، كنخرج حتى للسبعة ما نقدرش نعطيها الدواء، داك الدواء خص تشربو مع تسعود صافي وانا نحيد ليها الدواء. ربما ايضا يعني حتى ما كتخدمش يعني مرتاح ديما بالك، راك عارفها كتولي مرتاح. لا ضروري خصني نجي بكري دابا، تقدر كاع لا كوط بحال اليوم السبت والحد اللي فيه تدخل الخدمه شويه، خصني نجي بكري. كان با مشى وخرج وقال لهم اللي حنا ما عندناش دون الدواء ما خرجوش. ما كتعرفش شنو كدير؟ بعض المرات ما تعرفنيش حتى انا، تنقول لها شكون انا، تنقول لهم كتقول لها ما تنعرفكش. الذاكره كتمشي ليها. ما عقلاش بعض المرات. أنا بعد ما تتعرفنيش أنا، ما تتعرفنيش. لا أنت ما كاينش ربما واحد ما كاينش اللي قابل عليك ما باش تخدم. والو صعيب ما كاينش والو. عيد ما القلاب عيد ما صعيب. راك عارف بحال ما كاينش اللي يصبر معاك على الأم ديالك في هذا الوقت كاع. أنت لا بيتزوج ربما. صح. راك عارف السي محمد. حتى شي وحده ما غاتصبر لك على الام انا مريضه وتعتبرها مثلا. راك عارف هذا الوقت اللي فيه احنا دابا راه صعيب بزاف. باش كتشوفها بحال هكا باش كتحس بزاف؟ ما نكذبش عليك هاد الدراري هما اللي تيفاجئوا عليا شويه اقسم بالله. انا اصلا داخل في صدمه انت كتشوف دابا. انا دابا الحسانه ما بقيتش قاعد، انا حسانه ما بقيتش مديها في راسي يعني شحال هادي ما دهوش صافي. الا عمت في البحر كندخل للبحر نعوم صافي باش نفاجي شويه، وما صافي حتى انا فقدت الامل. والله العظيم والله
خايف شي نهار انا غنولي ضايع انا غير في الزنقه نتشرد انا يعني بسبب ربما كامل هادشي الاب ديالك ربما هو اللي اه هادشي اللي كاين السي محمد دابا انت كندوي معاه وداكشي ما دي تواصل معايا ما والو انا اصلا ما بغيت منه والو ما بغيت منه يعطيني لا والو بغيت هي باش يلقى معايا شي حل شنو الحل شنو ندوي انا وياه فهمتي يقدر هو حيت دابا كنحس براسي بحال راك عارف يعني بحال مقطوع من الشجره انا والام ديالي تنحس واحد الجناح مشى ليا دوك جوج جناح باش غادي نطير مشى ليا منهم واحد ما قدرتش نطير ربما حتى الحنان يعني ما بزاف 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 اخويا اللي كان كيشوف فيك هاد الاب شنو الرساله اللي توجه ليه والرساله ديالها اش نقول ليه انا ما باغي من والو يحاول يخلي ديك صلات القرابه بيني وبينه فهمتي ربما توحشتي بزاف كاع غير صوني ليا ندوي معاه فهمتي نقدر حين دوا فهمتي نقدر نستافد منه شحال من حاجه يقدر يعلمني شحال من حاجه فهمتي حين ضروري الاب راه ضروري ما عرفتيش دابا فين كاين هو ما دابا كاين في الدار البيضاء فين كاين الدار البيضاء ربما تقدر عمرو ناس اخرين ما عرفتش ما قدرتش نقول لك اسي محمد واش هو حتى الحاله ديال الدار يوميا بحال قلت لي ربما حتى الضوء الدواء ديالكم يعني ما كاينش لا الضوء ولا الماء لا ما كان ديال الضوء انت كتشوف حتى الوالده مع المرض دابا كتبقى في الدار بوحدها صافي تبقى تهز الحوايج تلو حنايا ما نكذبش عليك وعيت بزاف الله يلا عيت هالما دابا انت راه تشوف هاد الدراري جاوباتهم معايا قال لي غنتعاونو معاك يعني حتى الا بغيتي تشرب وتغسل وجهك ما كان والو كنخرج طالع على برا حتى القهوه ونغسل فيها وجهي قلت لك حتى من الدوش عرفتي شحال هادي ما بقيتش دوش تقريبا راه دايز شهرين كنحيد كندخل يلا البحر كندخل نعوم صافي وندوش في الطواليت صافي ولبس حوايج واش بسبب يعني هاد الماء اللي ما كاينش ما من غير سبب الماء حتى هاد المشاكل اللي كتشوف ما بقاش عندي صافي انا وليت داخل كيما قلتي داخل وسط الصدمه صافي الراس ديالي حبس وليت كنعرف خصني نجري غير باش نقد هاد السيده غير اللقمه ديال العيش ديالها لا لا شنو الرساله ديالك اليوم المسؤولين اللي كيشوفوني يعني المسؤولين ديال مدينه اكادير وناس اش نقول لك اخويا محمد اي شي واحد يتدخل يعاوني انا غير في الام ديالي فهمتي غير ندخل السبيطار هادي تعالج فهمتي تقدر انا تعالجيه يقدر تقدر تنقاد تقدر تنقاد ضروري حتى الصداع ما فيهاش فهمتي ما فيها لا مشاكل ما فهمتي كان جي للدار كنلقاها عندها كتشوفها يعني كتشوفها في هذه الحاله يعني كتقطع بزاف الحاله ديالها هو ولا مرضي لا كانوا فيه قبل قول الرقم قول لي الرقم ماشي عاود الرقم 0656 13 56 51 ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.